الخدام يا ما خلوا خطى يرجعوا مع ربنا متصالحين دايما يا كنيستي ولا دوما مليانة يا غالية برعا صالحين أجمل خدام يا ما خلوا خطى يرجعوا مع ربنا متصالحين دايما يا كنيستي ولا دوما مليانة يا غالية برعا صالحين أبونا بشوي كامل ضعظيم وأبونا ميخائيل إبراهيم حب ورعاية خدمة وتعليم ورعاة كتير كده زيهم حبيب جرجس خادم الإنجيل أفكر الصلاة صبح وليل والبابا شنودة ملوحش مثيل أبقنا شاكرين فضلهم سهروا بصحيح على القطيع وعملوا كتير عشان ما فيش خروف واحد يضيع وفتحوا حضنهم من قبل بابهم للجميع رعاة علشان راحت حبوا يبقوا تعبانين تعب مش بس يوم ولا شهور لكن سنين رعا ليهم مكانة في قلبنا ومتكرمين أبونا بشوي كامل ضعظيم وأبونا ميخائيل إبراهيم حب ورعاية خدمة وتعليم ورعاة كتير كده زيهم حبيب جرجس خادم الإنجيل أفكر الصلاة صبح وليل والبابا شنودة ملوحش مثيل أبقنا شاكرين فضلهم كتير قوي أسماءهم إحنا ما قلناهاش خدمتهم في الخفاء لكن ما بتروحش ببلاش دي لو كوباية مية ربنا ما بينساهاش رعا خدموا ببلاش إنجيل معاش سيرة تدوم ولا خدموا نفسهم ولا كانوا عصر الناس في يوم هنحيا بالإيمان اللي عاشوا من الموت نقوم أبونا بشوي كامل ضعظيم وأبونا ميخائيل إبراهيم حب ورعاية خدمة وتعليم ورعاة كتير كده زيهم حبيب جرجس خادم الإنجيل
أفكر اللص لصبح وليل، والبابا شنو ده ملوحش مثيل. أبقنا شاكرين فضلهم أجمل خدام، ياما خلوا خطى يرجعوا مع ربنا متصالحين. دايما يا كنيستي ولا دوما مليانة يا غالية برعاة صالحين.